والله جيت تضامنا مع وائل عباس، على خاطر وائل نعرفه من وقت حسني مبارك، معناتها نعرف كتاباته ونعرف قديش هو يمن بالحريات وضد الانتهاكات اللي قاعده تصير في مصر توا وقبل، وحتى كي باش يخرج، خاطر احنا نمنوا لوائل باش يخرج، لكن مانيش ضامنين اللي هو باش يخرج لاباس. الاحتجاج اللي نعمل فيه اليوم مش كان مطالبه بالافراج على وائل عباس، معناتها انه السيسي والنظام العسكري في مصر يفك على الشباب، معناتها يخلي الشباب اللي عمل الثوره في مصر، اللي خرج بالملايين في الشارع يكمل ثورته، معناها وعلى القليله يقعد له حريه التعبير. فاز سبيسيال مع وائل مع علي، اللي هما كل واحد فيهم صوت متاع برشا ناس اخرين. معناها وائل عباس ما كانش قيادي سياسي طارح انه يكون في السلطه ولا مناظر ايديولوجي عامل تصور كبير، كان شيز انسان كل نصير حال ظلم تخلط له يحكي عليه الناس كل. اذا كان يتشد وائل عباس سيكو الصوت متاع الاف اخرين باش يسكت معاه. مش معقول اليوم انه يرجعوا للمربع الاول، معناتها النقطة الصفر، حرية التعبير مقموعة، حرية الاحتجاج مقموعة، حرية السياسية كل افتكوها، انتخابات مزورة، نظام عسكري معناتها قمعي، العبيد الفقر والتهميش معناتها متواصل، ومن فوق من هذاك حتى رموز الثورة، حتى رموز معناتها الحرية في مصر يعتديوا عليهم، معناتها وائل عباس رمز من رموز الثورة المصرية، رمز من رموز زادة الشباب العربي بصفة عامة. معناتها بتحترم الثورة، تحافظ عليها وتحافظ على النشطاء وتحافظ على المواطنين وتخلي علاقتك بالمواطنين كويسة، لما محاكمات عسكرية ليه؟ وسجن حربي ليه؟ وإهدار للحقوق ليه؟ وتدخل في الصحافة وتدخل في الإعلام؟ ومدون يتحبس وصحفيين تتهدد وتستدعى للنيابة العسكرية ليه؟ احنا عملنا ثورة ولا ما عملناش ثورة؟ يبقى تحترمنا ولا ما تحترمناش؟